نشرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صور أثناء حضور المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم كارما بأحد الفنادق بالقاهرة. وظهرت غادة بالمؤتمر بإطلالة جريئة في لبس التوب سوداء مفتوحة على الصدر، الأمر يلي لفت انتباه الجميع. وبلش عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولوا هالصور ويعلقوا عليها وينتقدوا هالجرأة الكبيرة بالإطلالة. منشير انه من الحاضرين بالمؤتمر كان مخرج العمل خالد يوسف، بالاضافه للممثلين المشاركين بالعمل خالد الصاوي، عمر سعيد، دلال عبد العزيز، زينة وغيرهم. لتعرفوا كل اخبار النجوم يلي بتحبون زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب، واعطونا رايكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن الموجوده اسفل الفيديو.